العدالة للشعب الفلسطيني. تحت هذا الشعار تعقد ندوة الجزائر الدولية الرامية لمقاضاة إسرائيل. رجال قانون عرب وأجانب يجتمعون هنا من أجل هدف واحد، المضي قدما في إجراءات متابعة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية. تهدف أساسا إلى الخروج بخريطة طريق قصد تجسيد وتفعيل جميع الآليات من أجل متابعة ومقاضاة الكيان الصهيوني بما فيها إحالة الحالة الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية. يعكف المشاركون ضمن ورشات عدة على جمع الأدلة الدامغة وتوثيق الجرائم الإسرائيلية في غزة، يلي ذلك التوصل إلى الطرق والآليات القانونية الكفيلة بإدانة القادة الإسرائيليين. الأدلة لا تنقص، والتوثيق أيضا لا ينقص، والنصوص القانونية في مختلف المجالات أيضا متوفرة، وكما لو كانت صيغت على مقاسهم. ولا يمكن أن يظل مجرم هذا الكيان في منجم من العقوبة. يسجل المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير حضوره في أعمال الندوة، ويدعو مجددا للعمل على وقف إبادة الشعب الفلسطيني باستصدار مذكرة توقيف دولية بحق القادة الإسرائيليين. في هذا المسار القضائي أول خطوة هي إجراء تحليل معمق. نحن ننسق مع الكثير من الخبراء، إنها إجراءات معقدة، لكن يجب دعم هذا الإجراء الذي يعمل على وقف الجرائم المأساوية المتعارضة مع القانون الدولي والتي تمعن إسرائيل في ارتكابها. يولي خبراء القانون هنا أهمية كبيرة لندوة الجزائر باعتبارها نافذة وخطوة عملية نحو توحيد واحتواء المبادرات العالمية الرامية لملاحقة إسرائيل. ادعوا دعوة جماعية أمام الجنائية الدولية من أهم أهداف ندوة الجزائر المشددة على ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين. وبإجماع المشاركين هنا فإن قرائن الإدانة ثابتة، ولم يبق سوى المرافعة بها حتى لا يفلت المسؤولون عن جرائم غزة من العقاب.